طيب، مدرب الوداد البلجيكي سيفن فانتن بروك كان ليه تصريحات غريبة شوية، لأن تصريحاته قبل مواجهة الذهاب كانت شيء، وتصريحاته عقب لقاء الذهاب شيء آخر، والنهارده كلام في اتجاه تاني خالص. تعالوا نسمع فانتن بروك قال إيه، وبعد المؤتمر الصحفي عندي تعليق مهم جدا على هذه التصريحات. présent ici dans la salle, ça veut dire que c'est un match important. C'est un match qui, pour l'Afrique, c'est montré partout à la télé. Pour nous, particulièrement pour le Wydad, en Champions League finale, c'est aussi un honneur. C'est le plus grand titre que tu peux gagner sur le continent d'Afrique comme club. Donc, tout le monde est présent, tout le monde veut être là, tout le monde est motivé. On est revenu d'un score 2-1 de l'Égypte. Ça nous donne encore beaucoup de chance parce que le but à l'extérieur, c'était quand même important. Ça a changé tout l'image du premier match. Les préparations sont déroulées dans des bonnes circonstances. À Rabat, dans des facilités très bonnes, aussi un peu loin de toute la pression. Donc ça fait que l'équipe pouvait s'entraîner dans un cadre très calme, très serein pour se préparer. Et depuis quelques jours, je trouve que la concentration est encore plus haute qu'avant. Donc ça donne ou ça fait espérer de bonnes choses pour demain. Je crois que j'aime Jamaïr Salah Hassan, les chaque finale, c'est un nom. Moubarak, je suis un نسينا مباراة الذهاب بشكل قاطع زعما، عندنا مباراة الإياب شوط ثاني في المغرب. كنتمنى نكونوا استفدنا من بريمير ميطون هنا في مصر. نتمنى إن شاء الله تكونوا اشتغلنا هذا الأسبوع هذا بواحد الشكل كافي إن شاء الله، باش يخلينا نظهروا في مباراة الإياب أحسن إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله نتمنى نكونوا في ذاك الجورجي، نكونوا موجودين إن شاء الله باش نحاولوا ما أمكن نحسموا المقابلة في صالحنا إن شاء الله، ونتوجوا باللقب إن شاء الله. طيب، الخطاب الذي تحدث من خلاله فاندر بروك على مواجهته للأهلي اختلف ثلاث مرات. قبل ما يواجه الأهلي في لقاء الذهاب اتكلم على أن الأهلي فريق كبير، لعب أو بيلعب أربع نهائيات في آخر أربع سنين. قال مواجهة الأهلي بالنسبة له ده حدث كبير جدا وحدث تاريخي. بعد لقاء الذهاب وبعد ما تحول الأمر من تمجيد الأهلي قبل المباراة، اتكلم على أن لقاء العودة هيكون أكتر ضغط على فريق الأهلي، وقال إن الأهلي خسر مرتين من الوداد 2017 و2022، وقال إن الوداد عنده القدرة في الفوز على الأهلي. طبعا تصريحاته قبل المباراة حاجة، وبعد المباراة هو الهدف من تصريحاته إن يدي ثقة ويزرع ثقة ما بين لاعبيه. ولكن النهاردة في تصريحاته كان غريب شوية، لأنه قال لا أظن أن الأهلي سيشكل خطورة على الوداد في مركب محمد الخامس. فأنت منين كنت بتتكلم على ان الاهلي ده فريق كبير بيلعب اربع نهائيات في اخر اربع سنين، ومنين النهارده بتتكلم على ان الاهلي مش هيشكل خطوره على فريق الوداد؟ وقال كمان الامر واضح بالنسبه لنا، هنلعب على المكسب، والاهلي مش هيقدر يعمل اي نتيجه ايجابيه في المغرب، واحتمالات كبيره جدا مثلا ان الاهلي يخسر. دي تصريحات انا ركزت عليها، لان ركزت على تصريحات شبيهه ليها قبل لقاء الذهاب، وقلت لكم ان المدرب البلجيكي تصريحاته دائما وابدا للشو، وليس لها علاقة أو ليست واقعية بما يحدث داخل أرضية الملعب. وأنا مبسوط جدا بالتصريحات دي، زي ما خسر في لقاء الذهاب ولولا الهفوة اللي حصلت في الدقائق الأخيرة، الأهلي هيقدر يتدارك الأمر في لقاء العودة، وهيكسب المدرب البلجيكي في لقاء العودة، لأن خبرات كولر، وتحت كلمة خبرات حطوا مليون خط، خبرات كولر هتقدر تفرض كلمتها على خبرات المدرب البلجيكي المدير الفني لنادي الوداد الذي لم ينجح في إحراز أي هدف على أرضه عندما واجه سان داونز في لقاء ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.